السلام عليكم. اليوم رانا في المدينة الجديدة تاع سيدي عبد الله، وحبينا نعرفوكم بالمنفذ الجديد نتاع الطريق إلى المدينة الجديدة تاع سيدي عبد الله. وهذا المنفذ الجديد الذي تم افتتاحه هذه حوالي شهرين من الزمن، إذن نستمر في الرحلة ديالنا. طريق ما شاء الله حاجة شابة. إذن هذا منفذ جديد للمدينة نتاع سيدي عبد الله، وللعلم انه فيه منفذ اخر تم افتتاحه تقريبا في نفس الوقت عندها مدة شهرين او 3 شهور. سوف نروح اشوفه في فيديو اخر ان شاء الله. خليكم تابعوا الفيديو هذا حول المنفذ الجديد بتاع المدينة الجديدة تاع سيدي عبد الله، وأترككم في رعاية الله وحده، والسلام عليكم. هذا المحول الأول، المحول الأول على الطريق هذا. إذن هذا محول يمد للأحياء من في على اليمين واليسار. إذن هنا نلاحظ ندير الرون بوان هذا، وهنا الطريق يمد باتجاه الشارع الرئيسي، الشارع الرئيسي نتاع المدينة الجديدة. وسوف نستمر في الطريق هنا كذلك باتجاه سويدانية، يعني فيه شبكة تاع الطرقات يعني مع نهاية كل الأشغال الموجودة حاليا يكون عندنا شبكة تاع الطرقات عصرية، شيء جميل. هنا نشوف الطريق هذا، ما شاء الله
هذا المنفذ الجديد لمدينة سيدي عبد الله والذي تم تدشينه وافتتاحه في هذه مدة شهرين من طرف وزير أشغال عمومية السيد الأخضر الخروخ. إذن هنيئا للسكان سيدي عبد الله مدينة جديدة تحت سيدي عبد الله، وهنيئا للجزائر بهذه البنى التحتية الهامة، لأن هذا طريق يمد لأكبر مدينة جديدة في الجزائر تم إنشاؤها. الآن المدينة فيها حوالي 500,000 نسمة، تقريبا نصف مليون نسمة يسكنون في المدينة الجديدة تحت سيدي عبد الله. هذا أمر مهم، هنا ينتهي المدخل وفيه مباشرة الآن نمر إلى المدينة الجديدة من هذا المحول. إذن مباشرة نروح للمدينة الجديدة. ما كاش فينا هذا ما قليش.